هسه احنا حاليا منطقة الزنجيلي، وخدمات نهائيا ماكو، لا كهرب لا مي، ما يجينا شيء قليل. كهرب هاي صار لنا سنة وثلاث اشهر احنا راجعين، كهرب نهائيا ماكو، لا محولات لا بواري لا اعمدة لا كيبلات، كل شيء ماكو بالزنجيلي. يجون المسؤولين يقول، جاء المحافظ الله يكرمه قال الخميس الكهرب يصلكم، هاي احنا اليوم اثنين الكهرب ماكو. قبل ثلاث ايام جانا المحافظ قال الخميس يصلكم كهرب، لحد الان لا كهرب، حتى الكيبلات ما شادينا، المحولات ما شادينا، شلون يصلنا الكهرب؟ والله 15000 من الساعة 12 الظهر الى 4 الفجر. مطالباتكم من الحكومة؟ والله كل شيء نطالب من الحكومة، الحكومة اصلا ما نطلب منها، احنا نطلب من المنظمات. حكومة فاشلة، حكومة فاشلة، خلي يسمعوني كلهم، حكومة فاشلة. وهذا تشوفون بعينكم، البيوت واقعة، العالم ميتة، ما حد ما يسأل عليهم، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من جرب بهالبلو هاي علينا احنا اهل الموصل، حسبنا الله ونعم الوكيل على الكل. والله المنطقة تحتاج كل شيء، تحتاج كهرب، ماي، خدمات ماكو، الوطني هاي صار لنا 9 أشهر احنا راجعين ماكو وطني لحد الآن. بالنسبة هاي الوصخة ما حد يجي يشيله؟ والله ما حد يجي، بس المنظمات مرات تجي يشيله، وهذا هو، وظل الزبالة مكومة هنا. يعني كلها جراذي، فيران، امراض، هذه كلها الاطفال تتوجع من وراها. والله نريد بس الوطني، وهذا يكملون الوطني، وهذا ما نريد شيء منهم، بس يكملون الوطني. يعني هذا الوطني صار لنا 9 أشهر نحن راجعين ماكو وطني، من التحرير لحد الان ماكو، والله من تهررنا لحد الان ماكو وطني، ما مدوا لنا غير هذا 3 فيز، ولحد الان ما يجون جماعه الكهرباء، ما يجون. يعني معتمدين على المولده؟ على المولده، والله نبيرت 15000 وشغل من 12 ل 4 الصبح. ما عندك شغل؟ ما عنده، والله هاي مشكلته. والله وضعنا تعبان، لا ميه لا كهرباء لا كل شيء، شغل شغل ما، والله ايش نحتاج؟ وطني وميه وشغل، خدمات ماكو، كهرباء ماكو، والله خدمات. قصة الوطني هنا يمكن ماكو، والله من رجعنا لحد الان ماكو وطني. معتمدين على المولدات؟ اي والله. قد سعر الامبير؟ والله 15000. شو مطالباتكم من الحكومة؟ والله ايش نطالب؟ نطالب بهاي مطالباتنا، مية وكهرب، شغل ماكو، وطني ماكو، ايوه، وجبة ماكو. يابا نحن منطقة الزنجيلي، كهرب ماكو، شغل ماكو، بطالة، انقاذ، جثث جوا الانقاذ، ريحتهم تقتل، هاي يومية اغسل وانظف وريحة تقتل. الشوارع شوارع مغسولين منا، ولا بعيبوقون، عيبوقون ايش كلهم عيبوقون. شنو اللي تحتاج المنطقة؟ والله تحتاج كهرب، تحتاج خدمات. شنو هذا البلد الانقاذ؟ اي والله هاي الانقاذ جثث. مطالباتكم من الحكومة؟ الحكومة يا ابو الحكومة كل شيء ما تسوي، وين الحكومة تسوي شيء؟ خلي شلون هاي الانقاذ، يلا حكومة، حكومة خلي يشيلون هاي السيارات هنا مال الدواعش.